صباح الخير صباح الخير، اهلا وسهلا سيد الشيخ محمد الشام، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طبعا اجتمع اليوم في ظل وضع غير عادي بالمرة لم تشهده تونس من قبل. تقريبا تعطلت أعمال المجلس في ظل هذه الأوضاع، ومجلس النواب مجلس نواب الشعب من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور وفي ظل النظام الداخلي وفي ظل التشريع العام القائم في البلاد. هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم لا علاقة له على الإطلاق بالمشاورات المتصلة بتشكيل الحكومة، ولكن يتعلق هذا اللقاء موضوعه بالوضع داخل المجلس النيابي بعد أن تعطلت أعماله لأكثر من مرة وآخرها صباح هذا اليوم. المشاورات تعلمون لها مجرى آخر وقد اتخذته، وهو مجرى كتابي كما حصل في المرة السابقة، ولا شيء على الإطلاق يمنع من أن تكون هذه المشاورات كتابية، لأن النص الدستوري لم يتعرض لكيفية إجرائها، وقد حصل في المرة الماضية أن تمت المشاورات بصفة كتابية وكان الأمر أكثر وضوحا بالنسبة إلى الترشيحات على وجه الخصوص. وأن كان للبعض احتراس حول هذه المسألة المتعلقة بكيفية إجراء المشاورات، فلماذا كان قبل بها في المرة الماضية بالشكل الكتابي ولماذا يتحفظ عليها اليوم؟ هذا اللقاء يتعلق بالسير العادي لدواليب الدولة وبالسير العادي لمجلس نواب الشعب الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه، بل صار يعيش حالة من الفوضى. لا أعتقد أن أحدا منكم يقبل بها ولا أحد من التونسيين يقبل بها. لا أتعامل مع الإشاعات ولا أتعامل أيضا مع من يقف وراءه، ولا أتعامل إلا مع النصوص الدستورية ومع التشريع التونسي. كنت أديت اليمين للحفاظ على الدستور، واليوم أيضا في ظل هذه المهمة التي أوكلني إياها الدستور بعد الانتخاب أعمل على أن تسير دواليب الدولة سيرا طبيعيا، ولكنها اليوم للأسف بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب وبالنسبة إلى عدد من الدواليب الأخرى لا تسير سيرا طبيعيا. للمرة الألف أقولها وليسجلها التاريخ أنني لست في صدام مع أي كان، ولا أبحث عن تصادم مع أي جهة كانت، بل أعمل في نطاق القانون، في نطاق الاحترام، وفي إطار تحقيق إرادة الشعب في نهاية المطاف. مهمتي الأولى كما ينص على ذلك الدستور هو الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها، للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا، وعن إرادة الأغلبية في تونس، الأغلبية المسحوقة التي تم تناسي مطالبها والتي تم تجاهل ما رفعته من شعارات في أواخر سنة 10 و2000 وبداية سنة 11 و2000. اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح
بالحفاظ على الدولة التونسية لن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة. الدولة فوق كل الاعتبارات، ومؤسساتها يجب أن تعمل بصفة طبيعية، يجب أن تعمل في إطار القانون وبصفة طبيعية. يحصل بكثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات يمكن أن يصل إلى حد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مجلسا، تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس. الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لدي اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لن أريد اللجوء إليه في هذا الظرف بالذات، ولكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير عليه. أرجو أن نجد حلا لهذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمر. لا أريد أن أصفه بأوصاف أو نعوت أخرى، ولكن لا أريد أن يستمر. هناك نص دستوري يمنحني من الاختصاصات ما يمكنني من أن أقوم بما يجب أن أقوم به حفاظا على الدولة التونسية. ربما اليوم نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس بعد الاستقلال، وعلى الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية.